تخيب الموت إمبراطور صناعة السيارات في مصر رؤوف غبور الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض اللعين عن عمر يناهز 70 عاماً، تاركاً عرش مملكة السيارات الذي تربع عليه ما يقارب 30 عاماً. رؤوف ينتمي إلى عائلة لها باع لا بأس به في عالم التجارة والأعمال بعد أن نشأ في حي منشية البكري بالقاهرة ودرس في مدارس الجزويت. بدأ ملك السيارات رحلته في عالم التجارة بمبلغ 15 قرش بمشروع بسيط وهو تجارة الحلوى، وكان حينها تلميذا في السابعة من عمره، إذ كان يشتري الحلوى ويبيعها لزملائه في بداية الستينيات، وتخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1976، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للأعمال والاستمرار في شركة العائلة إخوان غبور وفقا لما أورده في مذكراته. بدأ رحلة اعتلاء غبور لعرش صناعة وتجارة السيارات في مصر بشركة العائلة التي تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، وسرعان ما ارتقى نجمه حتى وصل لمنصب العضو المنتدب للشركة كان عام 1985 فارقا في تاريخه، إذ أنه أسس مجموعة شركات غبور قبل أن يستقيل من شركة العائلة عام 1990، مفضلاً التركيز على نشاط شركاته ليتوسع في تجارة السيارات والإطارات وقطع الغيار والموتوسيكلات والتوك توك والشاحنات والأوتوبيسات والمعدات الإنشائية. في عام 1992 تعرضت مجموعته لخسائر ضخمة وكانت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، ولكن سرعان ما توسع في التجارة والنشاط الزراعي ليعبر الأزمة. ونصح ملك السيارات في مذكراته خبرات ووصايا التي نشرها في عام 2022 رجال الأعمال الشباب بعدم الانخراط في العمل السياسي، قائلاً: لا أنصح أي رجل أعمال ناجح بالعمل في السياسة لأنني لم أربح من ورائها أي شيء. مر فارس صناعة السيارات مؤخراً بوعكة صحية بعد إصابته بمرض سرطان البنكرياس قبل عام ونصف، وبدأت حالته في التدهور قبل أن يترجل من على جواده.